دارفور كل السودان واحنا ان شاء الله من الان وصاعدا بنقول ثاني ما حتكون في معسكرات. بنقول الناس تكون قاعده في بيوتها عزيزه مكرمه، والسودان سوداننا كلنا، واحنا جينا نحارب القبليه والجهويه وبنحارب العنف، جينا هنا هدفنا السلام والحريه والسلام والعداله، وان شاء الله من الان وصاعدا السودان حقنا جميعا، السودان حق كل شخص، هنتعامل فيه بالتسويه، الناس كلها مع بعض، الناس كلها واحد، ناكل مع بعض، نشرب مع بعض، نرقد مع بعض، كلنا احنا نكون حاجه واحده، ان شاء الله ده السودان الجديد وده السودان اللي بنحلم به وحنوصل له ان شاء الله احنا كشباب، وان شاء الله السودان حيتكلم عنه الغير في القريب العاجل، التحيه لكم كلكم واحد واحد، وانا سعيده بوجودي معكم الليله هنا في محلية بلال وفي المعسكرات، ان شاء الله حنزور المعسكرات معسكر، ولقدام ان شاء الله سودان جديد حنبنيه نحن برانا، ما في زول حيدعمنا، حنبني سوداننا واحد واحد، احنا حنحب بعض عشان سوداننا يبقى سودان جديد مختلف وكلنا لقدام. Thank you.